ولا زال معنا في هذه الاثناء طبعا المستشار الجليل الدكتور عبد الحميد النجاشي نائب رئيس اللجنه العليا المشرفه على انتخابات النادي الاهلي. سياده المستشار، كنا بنتكلم على نقطه عدد اللجان واللي تم فرزه، وحضرتك كنت بتستفيد في هذا الامر. في الحقيقه النادي مشكور، ممثل في مجلس الاداره الحالي والاستاذ الدكتور سعد مدير التنفيذي للنادي، تم مراعاه كافه الاعتبارات المتعلقه بكورونا، وتم مراعاه كافه اعتبارات الصحه والامان في المكان، تم توفير كافه الادوات المتعلقه بالرعايه الطبيه. في الحقيقه لم نلمس اي تقصير في اي جهود من اداره النادي او القائمين في اداره النادي او المسؤولين عن الامن في النادي، كانوا مستجيبين على مدار اليومين لاي نداء بيتم طلبه منهم، وكانوا بيتدخلوا مباشره ويزللوا لنا اي عقبه او اي مشكله، خاصه ان الانتخابات الدوره ديت 21-25 انتخابات كبيره تتسم بالاعداد الكبيره والغفيره من اعضاء الجمعيه العموميه. عندنا 156 لجنة فرعية، كل لجنة فرعية طبعا اختصاص كامل بمجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، موجود مستشار على كل لجنة فرعية تطبيقا لحكم المادة 41 و42 و43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، موجود مساعدين من الشباب والرياضة، موجود طاقم كامل من موظفي هيئة قضايا الدولة، وطاقم كامل من الدعم الفني. وفي الحقيقة بنتهز الفرصة ديت وتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان للسادة مستشاري هيئة قضايا الدولة اللي حتى الآن متجشمين ومتحملين عبء الوصول بالانتخابات إلى قمة الشفافية، وبأن تظهر في أبهى صورة تتناسب وتكون لائقة لمكانة النادي الأهلي بين الأندية المصرية والعربية والدولية. وفي نفس الوقت برضو فريق الموظفين سواء التابعين للشباب والرياضة أو فريق الموظفين التابعين لهيئة قضايا الدولة أو المساعدين والمعاونين من إدارة النادي، في الحقيقة كلهم لهم الشكر والتقدير، لأن هم ما زالوا حتى هذه اللحظات بيعانوا معانا، وإحنا يعني أوشك نصف الليل أن ينتهي الأول وداخلين في نصف الليل الثاني، مش عارفين لسه هنخلص لحد الساعة كام. باقي لنا حوالي 50 لجنه او 52 او 49 لجنه بنراجع مره واثنين وثلاثه، حريصين على تحقيق العداله والشفافيه ليكون النتاج النهائي لما سنعلنه بعد انتهاء الفرز النهائي وحصر وجمع الاصوات هو المعبر الحقيقي عن رغبه اعضاء الجمعيه العموميه لاعضاء النادي الاهلي. إذن سيادة المستشار، ياخد من كلام حضرتك ان تم الانتهاء فعليا من فرز 107 لجنة حتى الآن وتبقى 49 لجنة لحد ما بكلم سعادتك دلوقتي، احنا وصلنا ل 107 لجنة وباقي اللجان جاري فحصها وجاري مراجعتها. برضو علشان يعني الجمهور العزيز والمشاهد العزيز يعرف، احنا عندنا مستشار رئيس لجنة فرعية بيراجع النتيجة، وبعد ما بيراجعها ويحصرها ويتحقق من سلامتها بيعرضها على ثلاث مستشارين بيعيدوا مراجعتها تاني ويتحققوا منها ويراجعوا الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة ويتحققوا من سلامة كل الإجراءات اللي تمت. بعد كده تتعرض على ثلاث مستشارين اللي هم المرحلة قبل النهائية، ثم تسلم إلى موظف الحاسب الآلي. موظف الحاسب الآلي عنده برنامج إلكتروني متكامل، لو في خطأ في صوت واحد البرنامج بيدي رفض وبتعاد العملية الحسابية من جديد وبنعيد وقد تصل إلى إعادة الفرز من جديد. في الحقيقة يعني أعتقد أن النتاج النهائي للمجهود المبذول النهاردة هيكون نتاج متميز جدا، هيؤدي إلى أن احنا هنخرج بانتخابات تسفر عن شفافية ونزاهة، حتى يستحق من يصل إلى منصب مجلس إدارة النادي هذا النادي العريق، يجب أن يكون مستحق لهذا الأمر بجدارة وكفاءة ودون وجود أي خلاف أو مخالفة سواء في قانون الرياضة أو في لائحة النادي الأهلي. أنا بشكر حضرتك يا سيادة المستشار، ويعني إحنا لامسين الجهد الكبير اللي بذلتوه، بنشكر حضراتكم عليه. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا إن أنا ألتقي مع حضراتكم على شاشة
وجمهور النادي الاهلي العزيز. انا عايز اكد على حضرتك على شكر المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي لجهود الهيئه القضائيه الموجوده الممثله في حضراتكم. شرفنا وسعدنا يا فندم، واحنا سعداء جدا بهذه المشاركه، ونتمنى انها تنتهي العمليه ان شاء الله على خير، وتظهر بالشكل اللائق بينا وبمصر كلها وبالنادي الاهلي وبكل محب لهذا الوطن. مستشار خليك يا فندم، تحياتي يا فندم، تحياتي. باشمهندس عادل، استاذ